يا الله 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 يا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لحال أرواح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه وذريته بأن الله يعلم درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنوار معلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح سيدنا الفضيل المقدم محمد بن علي بن علوي والصلي وقم على جميع ساداتنا لأبي علوي وذوي الفضل عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجتهم إلى الجنة فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركة من الصلاة الرواتب الكفر الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن العطار ثم إلى روح الشيخ ثم إلى روح الشيخ عن عبد الله بارك وصول إن الله عليهم ذوي الحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم رجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالقبول والتمام من كل سوء ومحمول وصالح إن الله إلى أبوابنا إياه وإلى أبوابنا بالدين والدنيا والآخرة. نافعا لكل شر جاربة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا بالدين مع الوفاء والعافية وعلى نية أن نظرنا ولو قلوبنا وقوالبنا مع التوبة والتوبة والعفو والمواضع على دين الإسلام والإيمان بأمنة والامتحان بحق سيف ولا بعدنان ولكل نية صالحة لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومواله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصلي وسلم على سيدنا محمد في النار عنا إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تلف الأرض عليها وأن تغفر الوالدين. اللهم إنا نستحفظك ونسترجعك أديانا وأنفسنا ولا نرى لنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنبك وأمانك وعيانك وجوارك من كل شيء طالب مريض وجبر عني وذي عين وذي بغي وذي بغي ومن فن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا الكمال المتابعة لله والمتابعة لله إلى وفاتنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فلنزل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم ظاهرا لقد حق القول على فريق لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا لو شئنا وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقل لهم نزل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنها لا يعلمون فَيَدُ اللَّهُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَرَ وَإِذَهُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من
مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي كان لكم من الشجر الأخضر ما فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض القادم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جيب دعاء ياسين اللهم انا نستحضرك ونجودك هديانا في ان شاء الله خليهم يضربون لانه اللي متاخر بعدين يجلس في اليوم ولأصحاب العقوق الواجبة علينا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلي على محمد.
Thank you.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوظيف مواله، المخصوص بالوجود كرمه وإحسانه، أعلى مجده وعظم شانه، خلق الخلق بحكمة وطوى علينا علما وبسط لهم من فارض الهمة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، لعل قدر لهم الأزلية بخلق هذا الأمر المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في أراضي الشهادة والغيوب، فباع جل تكرم به الذنوب، ولا أخطأ هذا الحب الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في الليل المحمود، وتعطرت بوجودها أملأت الوجود، وبرزت نور العوالم باضطرار التكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
شهادة تعرف بها اللسان عما فضل له الجنان من التصديق بها والإذعان تذود بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من مثلة تكرر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه حي الهادي في أجمل ذكرى صلوا معا يا حضار حي الهادي في Yeah.
بقرب جور شوقنا
بشر عبارة معلنة لكمال البشارة وما من حامل حملت بذلك العالم إلا أتت في حملها بغناها من بركات وسعادتها لملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والطهور فأظهره بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم والسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كبرة نشر الحج عن هذا المسرور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عنده العلم امه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانخلق صفح الكمال من الحور عن عمود وفرد الحامل المحمود ودعيا لله بالتعظيم والسجود Oh,
وكتابك بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فالله تعالى يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. والأرض الشجر الرحيم بالجميل والأمر، ولو الراسخون لأخلاق طيبة القوية، أن تلك الغيب منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر ذي تعقب الكبير. إذا رأيت الحرارات فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في قدره ومكانه، أوصاف عز حتى على نجلها، على نجل السهاء بعلاني. وقد انبسط القلم في تدوين ما افاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكايه ما اكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني ان امسك ائمه الاقلام في هذا المقام، واقرا السلام على سيد الانام. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وبذلك يحصل الخلق كما يحصل التقدير، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظر الفتح من درار إلى أوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا، وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المكبولة، وتوجهي التوجهات الخالصة والصلات المنصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزتي تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي أن تسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية العطف الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأكبر، في كل موطن من مواطن القرب والمنبر، راسم إمدادك في عبادك وساق جروس إرشادك لأهل ودادك،
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخادم المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طوارئنا تقلباتنا الجميل برعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا رجلا الحب إليك وإلى بعد الحبيب غاية آمالنا وتذكرتنا منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعبدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطاعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا أذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وطاهر وعم ببركة وشريف جاه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووافينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خادم آية الدين القويم في جميع الأقطار والشهور ومعالم الإسلام والإيمان بأمرنا معمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطال أيده بتأييد من أرضك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزن الحصين من جميع البلايا وبالحمد المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخذ لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإحسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. نجوى مباشرة من الجهية الحمد لله أسوأ صحتك هذا علم وهذا علم سبحان الله صفحة 20 صفحة 20 ولا 21 هذا قرأنا 20 صفحة 20 هل قرأنا أنا أظن هذا ما قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وجهه به بالدار في عمنا
فصل. وعليك رحمك الله بالملازمة والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك عند النوم والاستيقاظ وأدبار الصلوات والخروج من المنزل ودخوله وعلية الحمد والترحم ورؤية البلد ورؤية البلد وأدعية مناسك الحج وتغير الأحوال مما أورده الإمام وأدعية الإلك الأولى وأدعية الحق والترحال وتغير الأحوال مما أورده الإمام النووي في الأذكار وغيره مما يكثر ذكره ويتعذر حصره وقد قال سيدنا عبد الرحمن السقطاوي من لا له برد فهو قرد. اللي بعد من الذي يقرأ؟ أتقرأون ولا اللي يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فمن وفقه الله للإتيان بكل ذلك فقد حظي من الخير بما لا مزيد عليه أما حفظ البعض فليأت به وليقل بعد اللهم إني أعوذ بك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فليلازم من هذه الدعوة من لم يحفظ الوارد في كل ما فيه ذكر الوارد أو يحفظه لكن لم يتأتى له الإتيان به لعذر من الأعذار لأن هذه الدعوة من الجوامع من الجوامع والقوامع فهي شنة من دعوات واستعاذته صلى الله عليه وسلم وهي من خاصة خصوصية حيث يقول أعطيت اليوم عن قلب واختصر لي اختصارا عليه اختصارا أمان أخلي واحد ثاني يقرأ وهي من النعم التي لا يقدر قدرها ولا يحصى شكرها لأن من دعا بها كأنه دعا بكل دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بكل استعادة استعاذ بها صلى الله عليه وسلم فلا يتركها إلا محروم لأنها الغنيمة الباردة التي لا تعب فيها ولا نصف لا تعب فيها ولا نصف ولعلمها سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيدتنا عائشة رضي الله عنها سيدتنا بالفتح سيدتنا عائشة رضي الله عنها إلا بعلمه بأنها عاجزة عن الإتيان بكل دعواته ونحن أعجز منها. عسروا خلي واحد ثاني كبار. لقد أتى في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أتى بحديث ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الأعرابية ماذا تقول في دعائك؟ فقال إني لست أعرف دندنة معك إنما أسأل الله الجنة وأستعيذه من النار فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن فهم من الأعمال والأذكار ما تطيق المداومة عليه مع الإحسان والحضور وكمله بهذه الدعوة الجامعة خلاص ترجم لهم هذا بس
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidina al-imam al-qutub al-habib Abdullah bin Muslim Zahir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Waqala al-mu'allif al-qala al-maslul. Jadi alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan daripada isi kitab yang kita amalin satu daripada guru kita Al-Habib Abdullah bin Tahir, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muslim Tahir, yang mana di antara nasihat-nasihat beliau lanjut lagi kepada pasal yang baru, yaitu kata beliau, "Tidaklah engkau dan didoakan kita, semoga Allah merahmati engkau," kata beliau, yaitu harus mulazamah, harus merutinkan dan juga melazimkan untuk membaca zikir di waktu subuh dan juga di waktu petang atau sore hari dengan doa-doa yang telah sampai, artinya doa tersebut berasal daripada baginda Nabi SAW. Ya, karena juga doa pada waktu kita tidur dan bangun daripada tidur, kemudian doa-doa setelah sholat, kemudian doa ketika keluar daripada rumah dan masuk rumah, kemudian doa ketika kita turun dari rumah dan ingin melakukan bepergian, dan ketika doa kita melihat suatu negara atau suatu kampung, suatu kota, suatu negara, kemudian doa-doa pada waktu manasik haji, dan juga doa-doa pada setiap keadaan, hal keadaan yang kesemuanya tersebut sudah dikumpulkan oleh Sayyidina Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaban Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, di kitab beliau yang terkenal yaitu kitab Al-Kam. Dan kitab selain daripada itu yang sebenarnya banyak sekali disebutkan oleh para ulama yang tidak ada batasnya ke semuanya itu. Dan berkata Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Rahman Al-Segar, di mana kata beliau, "Barang siapa yang enggak mempunyai wirid, maka dia adalah monyet atau kera." Jadi orang yang enggak punya wirid, kata beliau, diumumkan seperti monyet atau kera. Dan Allah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa melaksanakan wirid-wirid tersebut, maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar sekali. Dan barang siapa yang hafal sebagian daripada doa tersebut, maka dibaca doa tersebut. Dan hendaklah membaca sesudahnya, yaitu doa yang di sini, "Ya Allah, aku meminta daripada kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh baginda kita, yaitu hamba engkau dan nabi engkau, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga aku berlindung daripada sesuatu yang pernah berlindung dengan itu, yaitu Habibana Muhammad SAW." Mengatakan kata beliau, doa ini dibaca dan dilazimkan. Walaupun tidak hafal yang lain-lain daripada itu, maka bisa cukup menjadikan sebuah wirid dan zikir atau menghafalnya. Atau tidak bisa menghafalkan semuanya karena udzur dan lain sebagainya, kata beliau. Karena doa yang Nabi, yang disebutkan yang bersumber daripada baginda Nabi SAW tadi, itu adalah yang paling lengkap dan yang paling sempurna daripada doa-doa dibandingkan yang lain. Maka itu semua telah meliputi daripada doa baginda Nabi SAW. Dan itu salah satu khususnya keistimewaan daripada baginda Nabi SAW, yang pada baginda Nabi pernah bersabda dalam semua hadisnya, "Aku diberikan yang namanya jauh kawan kalian," yaitu suatu kata-kata yang sudah terkumpul dan ringkas. Itu yang maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada terhingga dan tidak terhitung banyaknya, yaitu tidak bisa kita syukuri daripada saking banyaknya nikmat tersebut, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, sama seperti dia telah berdoa dengan semua doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang melakukan itu syukur, datang atau dia istiadah meminta dijauhkan daripada segala gangguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana permintaan itu tersebut telah pernah diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlindungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah seseorang telah melakukan atau mengatur demikian meninggalkannya. Beliau, "Inna mahrum," kecuali orang itulah diharamkan baginya membaca ayat atau membaca doa-doa tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kata-kata beliau,
Sungguh keberuntungan yang sangat besar, yang mana sebenarnya tidak memerlukan kecapean dan tidak melakukan dengan kelelahan, hanya cukup ringkas sekali doa tersebut yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW telah mengetahui, dan oleh itu adalah telah diketahui juga bahwasanya Sayyidah Aisyah itu sebenarnya lemah. Artinya kita pun lemah untuk mendatangkan semua doa Nabi. Sayyidah Aisyah itu dianggap Nabi tidak bisa berdoa semua kesuluhan daripada doa Nabi SAW. Kalau Sayyidah Aisyah kata Habib Nur dan Nabi sudah dianggap Nabi sebenarnya lemah, tidak bisa baca semuanya, apalagi kita, kata beliau. Makanya disebutkan dalam hadis dengan makna hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW telah bertanya kepada Arabi, kepada seorang Arab Badui, ajar Nabi SAW, apa yang kau ucapkan dalam doamu? Kemudian dia mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui. Yani kana mana ala kalamak, yani al-adhiya hadis, kif taqul mana ala kalamak, kif taqul anta fi du'a wa la na'rif kalamak, kif taqul fi du'a. دندنة هذه بمعنى يعني كما اختصار منع الكلام اختصار كلامه. Jadi kata Nabi SAW, kata Arab tadi tersebut, aku tidak tahu bagaimana tata cara atau isi daripada doamu tersebut, dan juga doa daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal yang masuk di sini. Nah kemudian bahwasanya katanya aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta akan surga, dan aku berlindung daripada api neraka. Itu doa daripada Arab tersebut. Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, itulah sekitar itulah doakan kami juga kepada baginda Nabi SAW. Maka kata beliau, ambillah atau lakukanlah atau laksanakanlah daripada amal-amal atau doa-doa tersebut dan zikir-zikir tersebut sebisanya kita. Dan kalau bisa kontinum, kata beliau, dengan mudawamah yang kontinu, dengan juga hudur, yaitu kita hadirkan ke dalam hati kita doa tersebut atau zikir yang kita baca tersebut, dan kemudian juga disempurnakan dengan doa yang jamiah yang telah sempurna. Cukup ya? Cukup? هذا ما ينفع تخرج ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب عبد الله بن سيد الطاهر رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين امين. وعليك رحمك الله بالملازمه والمواظبه على اذكار الصباح والمساء والادعيه الوارده عنه صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. اولا المواظبه والملازمه هذا شرط حتى في الادويه. اذا واحد مثلا دكتور يصف له روشتة يعني دواء لمده 3 ايام، لمدة أسبوع، في لمدة شهر، في لمدة 6 شهور، وفي لمدة العمر كله، في أدوية لابد يأخذها صباحا ومساء. إذا ما يأخذها مثل هذا وبدارة تنجي هاروسيا تروسيا ada obat yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, seperti ini. السر في المواظبة. فمن واظب على الأذكار ظهرت له الأسرار والأنوار. Jadi alhamdulillah guru kita menjelaskan daripada kitab dan buku beliau tadi. Jadi pada intinya yang sedikit, pada intinya harus dalam membaca zikir dan wirid tersebut mulazamah.
rutin, kontinu, itu yang terpenting. Nah, itu yang menentukan kata beliau. Contoh aja kata beliau, contoh misalnya kita minum obat. Obat kan setelah dikasih oleh dokter, kasih resep, ada yang untuk satu hari, ada yang untuk tiga hari, ada untuk yang satu minggu, ada untuk satu bulan, ada yang untuk satu tahun, atau bahkan untuk ada untuk yang seumur hidup. Seperti itu, kita minum dalam kita, dikasih resep untuk satu tahunan. Dan dampaknya tersebut akan kelihatan, kesembuhan tersebut akan kelihatan manakala kita kontinu. Tetapi kalau nggak kontinu, maka jangan terharap kata beliau bisa mendapatkan kesembuhan. Begitu pula dengan membaca wirid, jangan berharap kita akan mendapatkan pengaruh positif kepada diri kita kalau tidak kontinu. فالذي مثلا يأتي بورد مثلا راتب الإمام العطاس أو راتب الإمام الحداد أو غيرها من أوراد مرة في الأسبوع جميل جدا، لكن في غير الأسبوع إبليس ما عنده إجازة، إبليس مشغول بك، كونك أنت ما تأتي بأورادك إلا في الأسبوع مرة معناته إبليس فقط يعني في اليوم الذي تأتي به الورد هذا يكون أنت في حراسة منه، أنت في أمان منه، أما في غير الأيام فكأن الباب مفتوح، يعني تفضل يدخل في أي وقت شاء. Contoh kata beliau, kita membaca Rutibul Aqos, kita menjabat membaca Rutibul Hadad. Memang bagus, misalnya kita membaca seminggu sekali, misalnya kata beliau. Bagus dibaca itu untuk firasa, untuk benteng diri kita, untuk penjagaan diri kita. Tetapi kalau demikian kita sama aja memberikan peluang, kata beliau, kepada iblis untuk menggoda kita, untuk memberikan na'ubillahimizin sesuatu jahat pada diri kita. Dalam seminggu tersebut, satu hari aja kita terbentengi daripada gangguan iblis syaitan tersebut. Dan sisa-sisa dalam seminggu itu, 6 hari, maka akan terbuka. Dan ada kemungkinan kita terkena daripada godaan syaitan tersebut. Maka kata beliau, lebih bagus lagi kita lebih banyak membaca atau kadar waktunya untuk membaca. وقال وعند النوم والاستيقاظ وإدبار الصلوات وخروج المنزل ودخوله هذا ينبغي الإنسان في كل أحوال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الله قد حفظه والله يحرسه من كل شيطان ومن كل إنس ومن كل جان، ومع ذلك علمنا هذا تعليم لنا إذا أردنا أن ندخل البيت نذكر الله. قال إذا دخل البيت الإنسان ولم يذكر الله في بعض الأحاديث دخل معه الشيطان أوتوماتيك على طول معه بطاقة أمان يدخل ما تبغى إبليس يدخل اذكر الله، تبغى إبليس معك لا تذكر الله. فإذا لم تذكر الله دخل الشيطان وقال أدركنا المبيت. الليلة نحن معنا يعني فورتين جراتيس، البيت عندك الليلة بلاش مجاني. Jadi kata beliau sebenarnya di sini disebutkan tadi kita ada doa mau tidur, kita bangun tidur dan sebagainya. Sebenarnya Nabi SAW sudah mempraktekannya dan tidak cuma di segala hal, bahkan di setiap keadaan Rasulullah sudah memperhatikan hal tersebut. Padahal siapa Nabi? Nabi sudah yang terjaga daripada godaan syaitan manusia dan juga syaitan iblis. Sudah terjaga Nabi SAW. Tetapi hal yang diperhatikan Nabi SAW tersebut mengajarkan kepada kita pentingnya daripada penjagaan diri. Makanya diajarkan ketika kita masuk rumah, kata beliau tadi, kita membaca zikir. Karena disebutkan setiap orang yang masuk rumah membaca zikir, maka syaitan pun akan keluar daripada rumah tersebut. Nah, berarti manakala kalau kita masuk, misalnya kita masuk rumah, kemudian kita tidak membaca daripada zikir tersebut, berarti sudah memberikan kesempatan di rumah tersebut gratis buat iblis syaitan untuk tidur di rumah kita tersebut dalam keadaan gratis. Kenapa? Karena kita tidak membaca zikir daripada zikir yang telah disebutkan oleh kita. Dan yang bagi alaina an nu'allim awladana ونعلم أنفسنا نكتبه حتى أمام البيت دعاء الدخول إلى البيت. أنت تدخل يمكن ذكرت الله بلك دخل ما ذكر الله ممكن يدخل معه إبليس يحصل له في واحد منهم في واحد يسحبه، إما الزوجة تدخل ما تذكر الله، إما الولد يدخل ما يذكر الله، إما ضيف عندك ما يذكر الله، المهم في واحد يدخل ما يذكر الله يدخل معه إبليس والعياذ بالله. Jadi seyogianya kata beliau kita itu membaca zikir bukan cuma kita, tetapi anak kita, istri kita semuanya. Makanya mungkin kalau kita lupa, mungkin kalau kita membaca, okay, alhamdulillah. Tetapi mungkin anak kita, istri kita sebagainya, maka seyogianya kalau bisa ditulis di muka rumah kita,
dari luar masuk ke dalam atau dari masuk keluar. Kadang-kadang kita masuk ingat, tapi waktu keluar juga lupa. Maka kata beliau siapanya dituliskan di sini supaya apa? Supaya orang yang masuk rumah kita, anak kah, istri kita, siapa anda tahu dan kerabat kita juga membaca. Hada kadhib kitabat al-adhkar fi namil ila kitabat kull al-adhkar. دخول المسجد خروج من المسجد النظر إلى المرأة يعني الخروج دخول الحمام خروج من الحمام كلها اكتبوها حتى يعني تساعد أولا على الحفظ وثانيا تساعد على عدم النسيان تذكرها إذا رأيتها تذكرها. Jadi memang sebenarnya begitu, kita mau masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah pengurus, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, yang pertama ya, pertama untuk mengajarkan. Mungkin ya anak-anak kita yang belum hafal, atau kita yang belum hafal, kita menghafal. Yang kedua mengingatkan, kadang-kadang kita hafal, tetapi kadang-kadang kita lupa. Maka dengan cara ditulis-tulis, kita melihat, oh ada doanya, lalu kita baca doa tersebut. Jaa fil hadits, fa'idha gurribal asya' walam yudhkar ismallah. بس على طول يهجمون على إيش هذا ما نعني بعزو أو ما نعني إيش يقولون تفاني بوكان إني بوكان ساعات أي شيء يأكل بدوني ما يذكر اسم الله يقول إبليس أدركنا المبيت وأدركنا العجاب ما شاء الله اليوم كما قلنا جراتيس ما كان دنا من نراو في ada hotel 5 apa ni khamsa nujum 5 bintang 5 كل هذا اذا ما ذكرت اسم المولى جل وعلا انت توفر لابليس يعني سبل الراحه داخل البيت حقك. Jadi itu juga selain dari kita ketika masuk rumah kemudian baca doa atau zikir, begitu pula ketika mau makan. Makan juga sama, jangan sampai kata beliau kita masuk rumah enggak baca doa, kemudian makan minum juga enggak baca doa dan sebagainya, akhirnya dia double, sudah nginap gratis, dapat makan gratis, dapat hotel bintang 5 kata beliau tadi, makan makanan enak macam-macam dari sate dan sebagainya. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu buat mereka semua. Ada sebagian orang setiap malam seperti ini. Kulla layla yuqaddim li iblis asha wa kulla layla yuqaddim li iblis mabit jahiz dakhil albayt. Fa idha ya'ni jaa waqt an-nawm wa lam yadhkur Allah ايضا ابليس موجود شوف لانه قد دخل معه من الاول قد حبى بطنه وتعشى الان وقت النوم لا يعني تعتقد ان ابليس بينام لا ابليس معك انت وظيفته انت هدفه ما معه شغل الا انت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني اذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى بما معناه الحديث شاركه ابليس جاء في الحديث الاخر عن ابي هريره عندما كان مسؤول عن تمر الصدقه فكان ياتي له كل يوم ابليس في صوره انسان مسكين فقير واذا دخل سيدنا ابو هريره الى مستودع تمر الصدقه يجد هذا قال اتركني انا انسان فقير ضحايا ذو عيال تعبان والعب برجع وظل ثاني يوم والنبي يسأله إيش فعل أسيرك البارعة يقول زعم إنه فقير ومسكين قال له كذبك وسيعود وهكذا ثلاث ليالي وهو يقول أنا مسكين في الثالث الليلة قال ما في مسكين الآن نحن ما نمسكك كل ليلة مسكين ما كلنا مساكين ما في مسكين اليوم ما بمسكك بوديك إلى مسجد النبي بخلي النبي يحكم فيك والصحابة كلهم يشاهدونك بعد ذلك بتنعرف أنت مسكين ولا سكين. Jadi kata beliau juga tadi kita diajarkan untuk apa? Untuk membaca doa. Bahkan kita mau tidur juga demikian. Semua mau makan sudah demikian. Supaya apa? Supaya dan ini pernah terjadi yang kata beliau zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan. Sedang makan ini diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga kurma sedekah daripada orang lain. Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sayyidina sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga gudang tersebut. Gudang di situ ada kurma dan lain sebagainya. Kemudian ada satu orang. Mana tuh ada syubhat tambah ada iblis. Lebih kira. Jadi ada iblis tersebut menyerupai seperti orang yang tua. Dia kurus, kemudian datang berawal-awalan, izinkan aku ke sini, sebentar di sini. Karena aku ini orang yang fakir, orang yang miskin, ini dalam mampir di sini, kemudian bisa
bahkan dari sebagian daripada mungkin sedikit dari itu dibiarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tetapi Rasulullah besok subuhnya tanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana dengan tawaranmu? Apa dengan ajaranmu? Enggak Rasulullah, dia orang yang lemah, dia orang yang fakir, kasihan anak, biarkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mustahil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibohongin sama dia. Besok malam itu lagi, udah dia kemudian mengeluarkan, tanya diminta belaskannya lagi. Janganlah tolonglah, ini sampai terjadi 3 hari. Yang ketiga harinya, sama dibilangin sama Rasulullah, kamu dibohongin kata Rasulullah sama dia. Akhirnya hari ketiga udah, dibawa tangannya, ditarik sudah, kamu udah gak ada harapan lagi. Hari ketiga ini kamu harus saya bawa ke masjid Nabi SAW, disaksikan oleh Nabi SAW. Nanti terserah di sana Rasulullah, apa kata Rasulullah, apakah kamu orang miskin, kamu apa, terserah, lihatin. Setelah dihadapkan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajib annu hadha fi waqt an-nabi fi waqt as-sahaba wa hum khairul qurun. Ma antana iblis dakhal biyut as-sahaba. هذا تمر الصدقة كان مسؤول عنه النبي فكيف ببيوتنا نحن؟ كم من إبليس كل يوم يغرق من أكلنا من غدانا من عشانا كل يوم يأخذ من هذا إذا ما سلم منه الصحابة تظن أن أنت بتسلم منه. Jadi kita lihat kalau ini hal yang terjadi pada diri kita, pada diri kita, jangankan dalam diri kita, itu zaman sahabat, rumah-rumah sahabat dimasuki oleh iblis. Kalau kita tidak demikian, maka serugian bagi kita, kalau rumahnya sahabat bisa dimasuki, apalagi rumah kita, maka sudah serugiannya kita menjaga dengan baca-bacaan dan zikir tersebut. Galo, khalas, tukni, lele, ba'ilmak, yakni آية في كتاب الله إذا قرأتها ما يقربك شيطان. هلا مرحبا، خلي نحن بدل 3 ليالي خليها 4 ليالي، إيش عندك؟ قالوا إذا قرأت آية الكرسي عند المنام هذا ما يقربك شيطان أبدا. قال خلص فكوا نشوف هذا الكلام. ثاني رابع يوم يقول النبي قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن من قرأها لا يقربه الشيطان. قالك أما أنه صدقك وهو كذوب. فعلا أتدري من تناجي منذ 3 أباهر؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك إبليس. ذاك إبليس علمه سبحانه علمه لأنه مسكه ما في إلا مروح بكرة عند النبي. فقالوا بعلمك كلمة هذه محبة العبة تشوفها لا والعبة تشوف غيري. اقرا آية الكرسي هذه آية عظيمة ينبغي عليك أن لا تخلد إلى النوم إلا تقرأ هذه الآية. آية الكرسي نقرأها بعد الصلاة، آية الكرسي نقرأها عند دخول المنزل، آية الكرسي نقرأها في أذكار الصباح في أذكار المساء وعند النوم. Jadi kata beliau tadi, setelah malam keempat sudah, sebelum keempat sudah mau dibawa sudah tadi dah, sudah 3 malam lewat, akhirnya dimerayakan di sini. Ya, mulai dah. Saya mau satu aja kesempatan lagi, tapi saya kasih tahu kamu. Bacaan yang mana barang siapa yang membaca doa ini, bacaan ini, maka dia tidak akan didekati oleh syaitan. Dikatakan oleh syaitan. Akhirnya tanya, apa itu bacaan tersebut? Yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi, maka dia tidak akan didekati oleh syaitan. Maka ketemu besok pagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi bagaimana tawaranmu wahai Abu Hurairah. Iya, diceritakan oleh Rasulullah, ada di pas saya mau membawa poin ini dia, dia kasih tahu saya. Sebelum saya melepaskan dia, dia kasih tahu. Kata dia, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka dia dijauhkan dari syaitan. Kemudian Rasulullah pun tanya, wahai Abu Hurairah, kau gak tahu siapa dia itu? Ya tahu ya Rasulullah, tahu lah kamu, itu adalah iblis. Ya, adapun kata-kata yang dia jaga tadi benar, tapi kamu selama ini dibohongin sama dia, tetapi untuk kata-kata ini, untuk zikir ini, untuk ayat ini benar itu apa yang disampaikan oleh iblis tersebut. Artinya apa? Doa yang diajarkan oleh iblis tersebut adalah benar. Jadi kita siapkan kita ketika turun daripada rumah, ketika di dalam rumah, mau ke masjid, mau pergi, mau ke WC dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, ketika mau tidur, maka kita baca daripada ayat kursi setelah kita sholat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita daripada syaitan tersebut. إذن لا تتركون هذه الآية العظيمة جاءت في الحديث
إذا نام الإنسان على غير ذكر الله بما معناه لم يذكر المولى جل وعلا، يأتي الشيطان ويعبد على ناصيته، يقول عليك نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل، يعبد عقدة، نم عليك ليل طويل، عقدة ثانية، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. هذا كما كثير الآن شوفوا، ما يأتي بفاتحة، ما يأتي بالمعوذات، ما يأتي بقول هو الله أحد، ما يأتي بآية الكرسي، يأتي بإيش؟ موسيقى. ما ينام إلا إيش هذا تقول له أنتو؟ سماعة موسيقى نام سام بايو تدور إيش هذا شيطان، هذا يعقد عليه عقدة 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 عقدة. هذا كما هذا ما يعني التعب، حتى لما تقوم من صلاة الصبح بعدين قوم ما استطيع بالراحة كده بيس باقوم. ليش؟ لأنه ما ذكر المولى جل وعلا، وما دام ما ذكر المولى جل وعلا كان معه الشيطان، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرور. موجود معك بينك وبين زوجتك إبليس الرجيم الرياضي. Jadi kita beliau sebagainya kita membaca doa tadi, dan sebenarnya banyak doa dalam ketika mau tidur tersebut kita membaca alhamdulillah, kemudian baca ayat kursi seperti tadi, bukan seperti kita sekarang ini. Kita kebanyakan kita mungkin kalau mau tidur dengar musik dulu, pakai headset dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang seperti itu syaitan akan memberikan kepada dia di kepala kita dengan mengatakannya tidurlah kamu. Saat ini kita dinabuhkan oleh dia. Tidurlah kamu tidur yang panjang, tidurlah kamu tidur yang panjang, tidurlah kamu banyak, dan akhirnya memang banyak. Kita kan kalau melayu sampai itu kita kan bohong-bohong lagi. Karena sudah kamu cetak, karena kita meninggalkan daripada zikir-zikir yang sebelumnya, bahkan dari beliau, apa kata beliau, bahkan kalau kita berzikir tersebut dia bisa mengikuti kita, bahkan antara kita dengan istri kita dan pasangan kita. هذا ما بيقوم قبل الفجر، ما بنتكلم معه في قيام الليل، ولا بنتكلم معه في أذكار ما قبل الفجر، هذا يطلع الفجر عليه ما يستطيع، قوم ما في، قوم ما في، قال فإذا طلع الفجر ولم يقوم هذا بال الشيطان في أذنه، هذا يقول النبي، ما هو أنا قلت، تصدق ما تصدق، أنت نحن نقول آمنا بالله. وبما جاء عن الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. يقول بال الشيطان في إذنه، بعض الناس أذنه حمام لإبليس، كل يوم يبول فيها إبليس والعياذ بالله. وإذا بال إبليس في إذنه، كل عقد بالليل ثلاث عقد، والصباح عاده أعطاك البركة منه إبليس، بال في إذنك حتستطيع تقوم. إذا قمت تعمل مشاكل، تروح إلى يعني شغلك وأنت وجهك يعني فيه بول إبليس، حتى ولو غسلته بالكلوركس، ولو غسلته حتى بال يسمونه إيش ديتول صابون، هذا بول إبليس دائما يكون على وجه غبرة، دائما يكون صدره ضيق، إذا كلموا أحد يعني كل مشاكل الدنيا وهمومه موجودة في وجه هذا الشخص بسبب أنه صارت أذنه حمام بإبليس. Jadi kita beliau mulai dari kita mau tidur tadi sudah kita membaca doa dan zikir. Supaya apa? Pertama kita sudah bisa bangun sholat subuh dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai dia tidak membaca doa dan zikir, kemudian dia tidak bisa bangun subuh, sampai subuh kalau bangun kita akan susah dia bangun subuh. Kalau mau berat kayaknya mau bangun subuh itu berat. Dan itu pertanda kata beliau, dan ini didasarkan pada hadis bagi kita Nabi SAW, kalau sudah fajar dia bisa kan bisa bangun, berarti dia telinganya tuh udah dikencingi oleh iblis oleh syaitan. Jadi jangan kena beliau. Lakan guna bagi الناس صار يعني اذنه حمام. Jadi kebanyakan orang kata beliau telinganya ini jadi WC-nya iblis atau syaitan. Kita jangan kata beliau. Kenapa? Sudah dipikir kalau sudah apa pengaruhnya apa? Ketika dia dari bangun daripada tidurnya,
kemudian menghadapi, beraktivitas sehari-hari, nyata-nyata orang yang sudah demikian, mukanya cebrut terus, mukanya usang terus, mukanya berapa-berapa orang mau usang, kadang pernah untung, kadang pernah mukanya, kemudian banyak apes setiap hari, kerugian setiap hari, cepat bermula daripada zikir yang tidak dilaksanakan olehnya, mulai dari bangun tidur, mulai sebelum tidur, kemudian bangun tidur, dan keseharian pun juga susah nanti hatinya perasaan apa dadanya pernah sempit lah apa semuanya problem-problem permasalahan akan dihadapinya di hari itu. Wah ini setiap hari banyak yang dijadikan sehingga kita sebagai kamar atau sebagai أعظم الكتب التي ألفت في الأذكار كتاب الإمام النووي، هذا كتاب عظيم، كتاب الأذكار، حتى قالوا بيع الدار واشتري الأذكار، يعني مبالغة في قضية قيمة هذا الكتاب. ما ينبغي أي أحد أنه يخلو من بيته هذا الكتاب، كتاب الأذكار للإمام النووي. Dan kata beliau di antara kitab-kitab sebenarnya banyak kitab-kitab yang dikarang para ulama tentang zikir-zikir tersebut. Tapi yang paling berharga, yang paling istimewa adalah kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Kitab Adhkar karangan daripada Imam Nawawi sampai-sampai para ulama pun memberikan semua penghargaan tersebut dan memberikan saking pentingnya kitab tersebut. Sampai mereka mengatakan beda Ustaz Al-Adhkar. Jual rumah, rumah dijual kalau ada biji. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi saking pentingnya daripada kitab tersebut. Jual rumah, amunnya kan bisi di sini, jangan sampai rumah kita ada bisi kitab Al-Adhkar Imam Nawawi tersebut, amunnya kan ada bisi dua, jual rumah dan mukar kitab Al-Adhkar. الحمد لله اليوم كثير من الكتب كتب الأذكار ما شاء الله موجود حتى في الانترنت هذا أبليكاسي بعينها الحمد لله سهولة السابقين كانوا ينسخون بأيديهم يكتبون الكتب الآن نحن مطبعة وجاء فوق المطبعة بكبسة زر هكذا تأتيك في أبليكاسي موجود في الجوال عندنا خلاصة المدد عندنا كل عبادة عندنا صلوات على النبي الجزوري وغيرها كلها موجودة سهل الله لنا ما نبي سهله للسابقين مع أن السابق اللي السابق كان أكثر مننا لو سأل الله لهم هذا الأشياء كانوا إيش يسوون اللي كان يذكر الله 25 ألف مرة هذا لو عندهم تسبيح هذا أبو شنشن هذا إيش بيسوي كان عندهم تسبيح أبو ألف يتعبون حتى في العد وفي الضبط والآن نحن نسأل لما علم الله الضعف أجر اللطف لطف الله بنا ولكن مع ذلك نحن نبيل الكسل كم كتب أوراد موجودة في كل بيت كتب كثيرة لكن قليل من يقرأ قليل من يعتبر قليل من يستفيد وهذا غالب حتى في كتب العلم يعني تجد اليوم أصبحت الكتب للزينة ليس للإنفاق Jadi kita beliau sudah seyogianya kita punya dan sekarang sudah dimudahkan rumah. Sekarang kita kan punya bukunya, sudah kita punya HP dibuka aplikasi gampang. Dibuka mau nyari apa aja, ada konsep ada tanda, mau ibadah, ada semua lihat semua hibdan, semua ada semuanya di sana. Dan gampang, kita bayangkan kata beliau. Orang-orang dulu itu mau baca wirid dulu, mau dicatat dulu, tuh nulis sampai susah, sampai nulis dan sebagainya. Susah mereka. Dengan demikian tuh mereka ada yang berpikiran 25 hari ada berzikirnya demikian. Oh yang bayangkan kata beliau, orang-orang dulu dimudahkan seperti sekarang ini. Kita lihat sekarang berada di mana-mana di lemari kita, di tempat kita semua kita memilih banyak semua. Entah syarab syahi misalnya matenan, matenan, entenan. Kita itu malas membacanya. Jadi ini adalah musibah untuk kita semua dan untuk renungan untuk kita semua agar semuanya jangan cuma sebagai perhiasan. Kitab-kitab yang ada di lemari kita itu jangan cuma sebuah perhiasan, tetapi kita baca dan kita لا أقل من أن في الصباح الورد اللطيف للإمام الحداد سماه لطيف لأنه في ورد كبير مع بنات كبير كبير حتى الصغير الورد اللطيف هذا في الصباح Jadi minimal kata beliau kalau sudah tidak bisa baca yang banyak-banyak tersebut minimal lah. Minimal subuh itu kita baca witul latif karena ada witul yang banyak yang besar lagi tetapi minimal untuk kita ini sudah witul latif karena di mahul ada tersebut yang ya sadang lah kegiatan kita. Wabillahi la aqal min
راتب الإمام الحداد أو راتب الإمام العباس. Dan malam minimal ratibul haddad atau imamul haddad atau ratib imam bimur rahman al-abtas atau bimur rahman. Fi awrad kathira wa fi kul wa bih masha'Allah lahu awrad. Bas hadha khulasatul khulasat. Agar min dhali. Iza aradat tutwasa' fi hunak kurdil imam al-Nawawi, fi hunak kurdil imam al-Shadhili, fi hunak kurdil imam al-Dzubi. Ma min wali illa fatahallahu. Kul warid lahu sir ma huma wujud fil akhir. Lakin nagul innu agar min galih ada. Minimal, minimal. Lewat latif bagi minimal arati minimal pada malam. Jadi kepada minimal itu tadi yang disebutkan tadi dan sebenarnya para wali itu banyak punya wirid, banyak punya wirid. Imam Syadzili punya wirid yang tadi kata beliau, Imam Dzubi punya wirid yang baru tadi. Dan kesemuanya itu sebenarnya ada silsilah yang cuma tadi yang saya sebutkan tadi kata beliau yang paling minimal, paling ringkas sudah situ daripada ringkasan-ringkasan daripada dua atau bisip-bisip yang lain para wali-wali semuanya itu tersebut. Hadzal qawla syahira liman al-Qutb عبد الرحمن الثقاف من لا له ورد فهو قرئ. إذا ما لك ورد كل يوم تقرأه والعياذ بالله وإن كانت صورتك صورة إنسان لكن باطنك باطن حيوان. Jadi maksud dari perkataan Imam Al-Habib Rahimahullah Sikar tadi, barang siapa yang tidak punya wirid, maka dia seperti monyet. Itu walaupun kita mungkin kita seperti kita ini, bukan seperti ini, tetapi pada batinnya sebenarnya kalau kita punya wirid tersebut, maka buat kita قال فما وفقه الله للإتيان بكل ذلك فقد حظي من الخير بما لم يزيد عليه من حفظ البعض فليأتي به. دائما اختم قولك بقول اللهم من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. خلاص كأنك دعيت بكل ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jadi doa ini ringkas dari segala doa doa Nabi semua, yaitu yang doa tadi yang dibaca beliau tadi masalah min khairi masalah kami ma'abduka sampai akhirnya minimal itu. Kalau kita sudah baca itu berarti terwakili sudah semua doa doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedalik Allahumma tad'u Allah bi jawami' al-kalim bil ashr kabir nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayka min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayka min qawlin wa 'amal. خلاص كافي هذا تشرح كل الدعوات. Kalau kita tambah lagi doa yang tadi yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, artinya aku meminta surga sebagaimana yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua amalan yang mendekatkan kepada surga tersebut dan aku berlindung daripada api neraka dan segala sesuatu amalan bacaan yang mendekatkan kepada neraka tersebut atau kemaksiatan. Alhamdulillah, itu sudah lengkap pada beliau. Wadaiman تنوي ما نواه السلف الصالح. بعض الناس يذكر مثلا يقرأ ياسين بني كذا يبغى له سيارة يبغى له شغل زين. قل نويت ما نواه السلف الصالح ما يحصل هذا كله. نقرأ سورة الواقعة فيها سر كبير وجاء في الحديث إنها يعني من واظب عليها أمن من الفاقه من الفقر. يعني أنت أحسن أنك تقول نويت ما نواه السلف الصالح. ها تقول نويت ما نواثر. اللهم ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونياتنا مقاصد الصرف الصالحين. ليش؟ لأنه لهم نيات نحن تعزب عنا نحن ما نعرف ننوي. نقول نويت ما نواه. وإذا نويت ما نواه حصل لك ما حصل لهم. شوفوا أنتم في الأهل الفقه يقولون إيش؟ إذا كان الإمام جئت أنت مأموم مسبوق وما تدري الإمام هذا سيصلي جمع وقصر مثلا في سفر أم سيطل. قالوا تنوي ما نواه الإمام فإن قصر قصرت وإن أتميت. تعلق نيتك بنية الإمام لكن الذي ما ينوي بنية الإمام ما يصلح ومش عارف إنه هذا بيصل أو إنه بيتم ولا علق نيته بنية الإيمان لابد إنه يتم يصلي أربع حتى وإن قصر الإيه وإن قصر الإيمان. ليش؟ لأنه ما نوى ما نوى الإيمان. دائما خليك تنوي كما نوى فلان تصبح كمان.
kita beliau juga di antaranya kita sudah mendapatkan pengaruh dari batu air tersebut. Di antaranya kita kadang-kadang kata beliau berdoa, ya Allah baca Yasin supaya dapat mobil. Tapi seyogianya kata beliau, setiap bacaan kita, misalnya kita membaca surah Waqiah, masya Allah surah Waqiah mendapat ada sir yang luar biasa di situ, di antaranya lagi sebagai bagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mutinya membaca surah Waqiah maka dia jauhkan daripada kefakiran. Tetapi lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya lagi, semua kita bacaan tersebut kita niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh para salafuna soleh. Kenapa harus demikian kata beliau? Karena kita tidak tahu doa mereka sudah masya Allah, niat mereka sudah soleh pastinya, sedangkan kita belum tentu lagi doa kita. Jadi misalnya kata beliau, kita sholat tadi, misalnya sholat berjamaah dengan imam, kita tidak tahu imam ini mau sholat qasar jamaah atau mau sholat sempurna. Jadi kalau semua ingin kita itu selamat dan enak, oh gitu, aku sholat sebagaimana imamnya sholat. Artinya kalau imam kosong, ya itu kosong, kenapa? Kalau imam sempurna sholatnya, atau patrakan misalnya, ya sempurna. Tapi kalau melihat kan susah nanti. Kita harus menyempurnakan lagi kalau ternyata beliau kosong, imam itu tidak. Tapi cukup pula dengan semua doa-doa kita. Yang kita itu, kita niatkan semuanya sebagaimana kalau nawabihi sholatuna sholat. Seperti yang diajarkan oleh para guru-guru kita, yaitu kita niatkan, kita kaitkan doa kita niat itu dengan para niatnya para salafuna salih. Ah, ta'akhir alaina al-waqt al-an. Hal fi su'al aw ma'ti? Kulum hal fi su'al? Alhamdulillah kata beliau, apakah ada pertanyaan? Kalau pertanyaan silakan ditanyakan. Adakah takutan? ما في سؤال كلهم علماء طبعا دائما ما يسأل كان ده سؤال جديد العلماء سبحان الله آمين يا رب العالمين يا رب خلاص خليه يبقى قصيدة ونختم إن شاء الله يكفي الرحمن الرحيم ما شاء الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرجع على Yeah.
Thank you.
تقبل الله منكم. آمين. نشكر كل من حضر وكل من ساعد وكل من ساعد شكرا جزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه الخير الجزاء. فإن كنا نحن ما نستطيع أن نجزيكم لكن جزاك إن شاء الله الحمد لله بفضل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذا إذا يعني أحسنتم الظن فإن المدد على قدر المشهد. إذا ظننتم بذلك فإن الله يعطيكم فوق ما تظنون. Jadi beliau mengucapkan terima kasih langsung besar-besarnya kepada Antum yang telah hadir di sini dan semua yang telah membantu pelaksanaan majelis pada malam hari ini. Sesungguhnya saya juga atau beliau bisa mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Antum semua. Tetapi kalau beliau, kalaupun saya tidak bisa membalas, tapi kalau yang biasanya Allah lah yang akan membalas semua apa yang telah Antum berikan untuk majelis ini. Sesungguhnya kepada Allah semua yang akan membalasnya. Dan kalau kita usul semua maka sebesar itu pula seberapa besar perasaan kita kepada baik dari Allah SWT maka sebesar itu pula yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau daripada sambutan daripada beliau kepada Syekh Majlis kepada pihak SWT insyaAllah. Terima kasih. Namun juga minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang tadi diterjemahkan oleh banyak kesalahan-kesalahan keuangannya dan insyaAllah guru-guru kita menurut dalam kesalahan-kesalahannya. Insyaallah. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.